الفرق بين البطولة الجزائرية وباقي البطولات، قال بأنها بطولة يسيرها الفيسبوك مقارنة بالبطولة الأخرى. يقول لك الفرق بين البطولة المحلية، يعني البطولة الجزائرية والبطولات الأخرى اللي لعبت فيهم، ما كانش فرق يعني كبير من ناحية اللاعبين، يعني جودة اللاعبين. من احنا في البطولة المحلية عندنا لاعبين، راك تشوف كل عام راهم يخرجوا لي جوار الله يبارك. الفرق واضح، يعني الفرق واضح ان البطولة الجزائرية يسيرها الفيسبوك، والبطولات الاخرين يعني فيها إدارات وفيها مدربين يعني اللي عندهم كلمة. هذا هو المشكل يعني اللي راه في الجزائر.